الآن بدنا نبلش بحل الأسئلة على سيكشن 5.2. السؤال الأول اللي حنحله 5.17 صفحة 324. السؤال بحكي فيه عنا بنت بار موجود بهذا الشكل، المسافة من هون لهون 0.5 ومن هون لهون 0.3، والآن الزاوية بين أطراف بين جزئين البنت بار 120 درجة. الآن في الأوميجا 2 راديان بير سكند، الألفا بهذا الاتجاه كاونتر كلوكوايز، كلوكوايز ألفا بخمسة راديان بير سكند تربيع. الآن المطلوب في اللحظة اللي هي لما هذه الزاوية مع الفيرتيكال تكون 15 درجة، المطلوب عند النقطة A نطلع الفيلوسيتي والأكسيلاريشن. الآن إحنا الطريقة الأولى اللي ممكن نحل فيها إنه نوصل بين النقطة اللي بعمل روتيشن أباوت إت لحديت النقطة A، بنوصل هذه النقطة وبنسميها هذه المسافة R. الآن بنقيم عمود عليها، بنقيم عمود عليها، أوكي. الآن العمود هذا هو العمود هذا قيمته أنا باتجاه أوميجا مع اتجاه أوميجا. R ممكن نحسب R اللي هي هذا الطول مع هذا الطول مع الزاوية، بنطلع قيمة R. R في أوميجا بتطلع عنا ال V، ومرة تانية ال V تعمل زاوية معينة مع الهوريزنتال، ممكن نحسبها إذا طلعنا هذه الزاوية وطلعنا هذه الزاوية. الآن بالنسبة للأكسيلاريشن عندنا ألفا، إحنا حكينا كلوكوايز، معناته إذا أقمنا عمود ولكن هذا مع اتجاه ألفا، أقمنا عمود هون، فهذا حيكون الـ A tangent اللي هو بقيمة R اللي ممكن نحسبها من الجيومتري من هون في ألفا، ممكن يطلع لنا الـ A tangent. الآن الـ A tangent هتكون R في ألفا، الـ A normal اللي هي بنوصل فيها من النقطة A لحديت النقطة المحور الدوران، فهذا حيكون عندنا الـ A normal واللي قيمته R أوميجا تربيع. الآن بهذه الطريقة بإمكاننا نحل السؤال مرة ثانية من خلال استخدام الـ Law of Cosines، ممكن نطلع هذا الطول، نطلع R، أوكي، ولكن بنطلع لنا شوية غلبة بموضوع الزوايا كيف بدنا نطلعهم. الآن مش بهذه الطريقة نحل السؤال، حنحل الطريقة اللي تعلمناها بالثيوري تبعت الدرس هذا، اللي هو بدنا نستخدم الفيكتور نوتيشن في حل هذه المسألة. طبعا الاشي المميز في الفيكتور نوتيشن انه الفيكتور لما يطلع عندنا بيكون الفيكتور بيحمل two types of information، بيحمل الماجنيتيود وبيحمل الدايركشن فيها. فالان احنا ال v بدها تساوي اوميجا كروس r، اوكي. الان بدنا نطلع اوميجا نكتبها كفيكتور وار كفيكتور ونعمل الكروس برودكت زي ما هنشوف ونطلع الان البي. الان خلينا نبلش باوميجا. الان احنا السؤال معطينا محدد لنا اتجاه الاكس واتجاه الواي، معناته الزد بده يكون طالع من الصفحه، اوكي. اذا اليونت فيكتور باتجاه الاكس هو اي، اليونت فيكتور باتجاه الجي باتجاه الواي هو جي، واليونت فيكتور اللي طالع من الصفحه اللي هو الكي. الان بنلاحظ انه اوميجا احنا عندنا الاكس واي زد اي جي الكي طالع من الصفحه، بنلاحظ انه اوميجا كاونتر كلوك وايز، معناته لما نعملها بهذا الاتجاه أوميجا بدها تساوي، لما نيجي نكتبها كفيكتور، إذا أوميجا كفيكتور بدها تساوي 2 K طبعا راديان بير سكند، أوكي.
لأنه أوميجا هتكون باتجاه الكي، أوميجا هتكون باتجاه الكي، فالماجنيتيود 2 الدايركشن اللي هو الكي. الآن بالنسبة للآر، الآر كفيكتور، الآن بنوصل من النقطة الدوران أو الفيكست بوينت لحدية النقطة اللي إحنا بدنا نشتغل عليها. الآن هذه الآر، هذه الآر اللي إحنا بدنا إياها. أوكي، خليني أمسح اللي رسمناه من الجزء الأول، هذا ما بدناش إياه الآن. أوكي أوكي، الآن هذا هو الفيكتور، الفيكتور آر. معناته لازم إحنا اللي نسويه نحسب من اللو أوف كوساينز، نحسب الطول هذا ونطلع الزاوية هذه ونجمعها مع هذه الزاوية ونحلل مع الإكس والواي. الآن هذه الطريقة حتى نطلع الإكس، بس لا، عندنا في طريقة أسهل شوي، إنه هذا الفيكتور الآر هو حاصل جمع تو فيكتورز، خلينا نرسمهم باللون الأخضر. الفيكتور آر هذا هو حاصل جمع الفيكتور هذا زائد الفيكتور هذا. الآن هدول التو فيكتورز أمورهم سهلة بالتحليل، فالفيكتور هذا هيكون عبارة عن 0.5 طوله مضروب في الآن إحنا بالنسبة إلنا بدنا نحلل هذا الفيكتور بدلالة الإكس والواي، هيكون ساين الخمستاش باتجاه الآي كإكس. الآن بالنسبة للواي هيكون كوساين الخمستاش باتجاه الماينس جي زائد البوينت 3، هذه المسافة هتكون بوينت 3، هذه الزاوية اللي هيصنعها هذه الزاوية هتكون، هذه الزاوية 15. اوكي، فحيكون عندنا احنا بندور على هذه الزاوية، سوري هذه الزاوية. اوكي فهذه الزاوية بتصفي 15 درجة، إذا البوينت 3 نحللها على الإكس هتكون كوساين الخمستاش باتجاه البوزيتيف آي وباتجاه النيجاتيف جي بس مضروبة في ساين الخمستاش. هذا هو عبارة عن الآر، معناته الآر بدها تكون عندنا 0.5 ساين الخمستاش زائد 0.3 كوساين الخمستاش آي زائد أو ناقص، ممكن ناقص 0.5 في كوساين الخمستاش زائد 0.3 في ساين الخمستاش، هذا كله جي وهذا الفيكتور آر اللي إحنا بندور عليه. إذا نسوي عملية الكروس برودكت الآن، فحتكون عندنا أوميجا اللي هي 2 K كروس 0.5 ساين 15 زائد 0.3 في كوساين 15 آي ناقص البوينت 5 في كوساين 15 زائد البوينت 3 في ساين 15، هذا جي. بدنا نعمل هذا الكروس برودكت ونتيجة هذا الكروس برودكت تطلع لنا الفي. الآن كيف نعمل الكروس برودكت؟ شو الطريقة؟ في عدة طرق. أنا الطريقة اللي هتبعها إنه هستخدم دائما قاعدة اليد اليمنى، هي I J K. أوكي، الآن لما أجي أعمل الكروس برودكت ال K كروس I، هضرب أول إشي الماجنيتيود في الماجنيتيود، هيصير عندي 2 مضروبة في 0.5 ساين ال 15 زائد 0.3 كوساين ال 15
ضربت الماجنتيود بالماجنتيود، بعدين اعمل الكروس برودكت بتوين الكي كروس اي. الان بستخدم قاعده اليد اليمنى، اصابعي لبرا باتجاه الكي، بلفهم باتجاه الاي، بتكون النتيجه عندنا جي. الان زائد، بعدين بضرب الماجنتيود مع الماجنتيود، عندي 2 بدي اضربها بناقص القوس اللي هو 0.5 في كوساين ال 15 زائد 0.3 في ساين ال 15. الان الكي كروس الجي، الكي طالعه برا الصفحه، بكروس الجي بلف اصابعي كي كي لبرا، بلفها باتجاه الجي، بيكون الجواب عندي ماينس اي ماينس اي. اذا بنيجي بنعمل الضرب العادي هنا، وعندي الناقص اي والناقص حتصفي بوزيتيف، وهون حيصفي عندنا بوزيتيف، الجواب النهائي حيصفي عندي 1.121 اي زائد 0.838 جي متر بير سكند. هذه اللي هي الفي كفيكتور. الان الفي كفيكتور هذا مره ثانيه، الكفيكتور حامل الماجنتيود، اذا ربعنا الاول زائد الثاني تربيع تحت الجذر بعطيني الماجنتيود، والزاويه ممكن نطلعها مره ثانيه مع الاكس اكسس او مع الواي اكسس. الان الشيء حتى نتاكد انه جوابنا صح، احنا بنلاحظ كانت عندنا البنت ارم بهذا الشكل، وهذا كانت الار، الفيلوسيتي لازم تكون عموديه عليها مع اتجاه اوميجا، معناته الفيلوسيتي بهذا الاتجاه، معناته الاي لها بوزيتيف والجي لها بوزيتيف، فهذا بيتفق. الرقم اللي طلع معي هون بوزيتيف اي وبوزيتيف جي مع اللي لازم يطلع في الرسمه. الان خلصنا الفيلوسيتي، الان نروح للاكسلريشن. الاكسلريشن طبعا عندنا الاكسلريشن نورمال والاكسلريشن التانجنشال، فخلينا نبلش في الاكسلريشن التانجنشال اللي هو الفا كروس ار بيساوي الاي تانجنت. الان احنا الالفا الالفا كانت مع اقارب الساعه، وعندنا هي الاي وهي الجي وهي الكي، عندنا مع اقارب الساعه معناته عكس اتجاه داخل للصفحه، معناته الجواب ناقص الماجنتيود 5 والاتجاه ناقص كي، هذا هو اتجاه الفا. الفا نعملها كروس برودكت مع الار، خلينا نعيدها كمان مرة هون. فهنا الاي تانجنت، الاي تانجنت اللي هو الفا كروس ار، الان ناقص 5 في كروس هذا الرقم اي ناقص هذا الرقم جي، معناته حيساوي ناقص 5 الماجنتيود في الماجنتيود، بنضربها هون 0.5 ساين ال 15 زائد 0.3 كوساين ال 15، وقلنا الكي كروس اي بدها تساوي زائد جي. اوكي، بعدين خلصنا الترم الاول، الترم الثاني عندي ناقص 5، بدي اضربها الناقص 5 بالناقص القوس هذا، معناته ناقص مع ناقص بصير زائد 0.5 كوساين ال 15 زائد 0.3 ساين ال 15، وعندي الكي كروس الجي هي ناقص اي. اذا الاي تانجنت، الاي تانجنت هون بدها تساوي ماينس 5 في 0.5 كوساين 15 زائد 0.3 في ساين ال 15، هذا بدلاله الاي، ناقص
الخمسة في بوينت فاي ساين الخمستاش زائد بوينت ثري في كوساين الخمستاش بي جي. الآن هذا بعطينا رقم، الرقم هيكون كالتالي، هذا الرقم بتركه لكم بس بيكون ناقص اي ناقص جي. بنلاحظ هذا بيتفق مع الفكرة اللي احنا حكيناها بالاول، انه هي الارم هي شكله. الان هذا الاتجاه تبع الار بنكون عمودي عليه الاي تانجنت، لانه عندي الفا بهذا الاتجاه، فالاي تانجنت زي ما احنا شايفين بالربع الثالث، فبالتالي هتكون ماينس اي وماينس جي. الان بنروح على الاي نورمال. الاي نورمال هو عباره عن الاي نورمال هو عبارة عن ماينس أوميجا التربيع في R، وما ننساش إنه النيجاتيف ساين جزء أساسي من هذه الإكويشن أو من هذا الإكسبريشن. الآن أوميجا عندنا 2، فبالتالي حيصفي عندنا ناقص 2 تربيع مضروبة ضرب عادي في R، أوكي، فمعناته حيصفي عندنا ناقص 4 في 0.5 ساين ال 15 زائد 0.3 كوساين ال 15 اي، بعدين في عندنا ناقص 4 مع الناقص بتصير زائد 4.5 كوساين ال 15 زائد 0.3 ساين ال 15 بدلالة جي. إذا هي الـ A النورمال. أوكي؟ هي النورمال. الآن هل هذا بيتفق مع اللي إحنا متوقعينه ولا لا؟ إحنا هي الرد اللي عنا. الآن هي اتجاه ألفا وكنا هي اتجاه أوميجا. الآن هذا بده يكون اتجاه الأي نورمال. الأي نورمال حيكون في الربع الثاني، معناته الأي بدها تكون نيجاتيف والجي بدها تكون بوزيتيف. الآن هي طلعنا الاي تانجنت والاي نورمال كل واحدة لحالها، إذا جمعنا هدول التو اكسبريشنز مع بعض، الاي توتال بدها تساوي الاي تانجنشال زائد الاي نورمال مع بعض، فالمفروض الجواب يطلع معنا إنه ناقص 4.48 اي زائد 0.1465 بدلالة الجي واليونت متر بير سكند تربيع. اوكي، فهذا الاي توتال في السؤال اللي عندنا، وهيك بنكون طلعنا الاي توتال كفيكتور، وبالتالي هذا الفيكتور اللي طلعناه بيحتوي على الماجنيتيود للتوتال فيكتور وعلى الزاوية اللي ممكن نحسبها مع الاكس اكسس او الواي اكسس.